السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. النهاردة هنتكلم عن خبر متداول على المواقع الإخبارية وكمان في السوشيال ميديا كلها عن وجود عدد من الفنانات من المقربات من دلال عبد العزيز حرصوا على حضور غسلها وتكفينها، ومنهم الفنانة المعتزلة شمس البارودي وكمان الفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة. نفت الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي وقالت ان هي ما شاركتش في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وده اتكتب على مواقع كتير ونزلته جرايد كتير. وكمان نفت الفنانة سهير البابلي ان هي شاركت في غسل الفنانة دلال عبد العزيز ايضا، وقالت اسرتها انها في منزلها تصلي وتدعي لها بالرحمة، لكنها لم تحضر الجنازة ولا الغسل كما تردد وكتبت بعض المواقع. وأسرة الفنانة سهير البابلي مندهشة من هذه الإشاعة. أما عن الفنانة شمس البارودي فقالت أنا في بيتي ودعيت لدلال أنا وأسرتي وربي يتقبل منها، وأنا بقالي كتير بطلت موضوع الغسل ده لأني بتعب بعده جداً، فسألت العلماء وقالوا إن حفاظا على صحتك لبيتك ولزوجك أولى، لأني كنت برقد بعدها. الحمد لله على كل حال وربي يلطف بالجميع يا رب. كمان أنا دعيت لبناتها وربنا يصبرهم في محنتهم ويلهمهم الصبر والسلوان. وقالت ان في مواقع اخبارية على السوشيال ميديا وكمان المواقع التواصل الاجتماعي كتبوا وقالوا بوستات واخبار عن وجود عدد من الفنانات من المقربات من الفنانة دلال عبد العزيز حرصوا على حضور غسلها وتكفينها، ومنهم الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة علاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. وطبعا احنا النهاردة خرجنا نقول الخبر ده لان الخبر ده منتشر جدا، وطبعا وضحنا لحضراتكم الفنانة سهير البابلي قالت ايه، وكمان الفنانة شمس البارودي كمان وضحت الخبر وقالت كل الموضوع ان هو اشاعات وان ما حصلش ولا انا ولا سهير البابلي حضرنا غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رغم ان الفنانة دلال عبد العزيز صديقتنا ومقربة لينا، بس دي إشاعات وممكن يكون الفنانة ميرفت أمين فعلا شاركت في الغسل والتكفين، بس هي ما عندهاش معلومة أكيدة عن موضوع مشاركة ميرفت أمين ده في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. وبكده نكون وضحنا لحضراتكم الخبر المنتشر على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بأن عدم مشاركة الفنانة سهير البابلي والفنانة شمس البارودي في تكفين وغسل الفنانة دلال عبد العزيز. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.